السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. النهار ان شاء الله غادي نتحدث لكم على واحد الموضوع ديال كيفية التعامل مع صغار الأرانب. انتم كما كتلاحظوا هذا الأرانب هي عندي، هو هنايا واحد شانشيلا، الاخر هو راه شانشيلا خرج بيض. كيفاش غادي نتعاملوا على مع الاكل ديال الارانب؟ هما دابا تقريبا بداو كيخرجوا الكاج، يعني كيحيدوا من البلاصه ديال، هما كتشوفوهم البلاصه ديال الولاده، وصافي بداو كيخرجوا كيبغيو ياكلوا. الا ما في السيمانه الاولى كيبقاو يرضعوا من امهم، كيكونوش حالين عينيهم، كينبت لهم داك شويه ديال الشعر، كيبداو السيمانه الثانيه يحلوا عينيهم، صافي كيبداو يبغوا ياكلوا. اما دابا ما لقاوش، انا دابا في الساعه الصباحيه ما لقاوش العلافه ديالهم، انا داير لهم غير علافه صغيره كندير ندير فيها شويه ديال الخبز ولا شويه ديال الفصه، وكي يمشيو باش يخرجوا باش ياكلوا منها. ان امهم دابا صافي راه حتى هي راه راني عشرتها، يعني زوجتها مع الذكر، وتقريبا راه غادي دات مره تبعد عليهم دابا باقي، ولكن منين يعني يوصل القيصه ديال الولاده ديالها، هذيك راه هي الفطام ديال امهم، غادي تجي معاها سبحان الله، كتجي معاها قد قد، يعني شهر تقريبا شهر. او دابا ملي ما لقاش كيفاش منين ياكل، مره كيمشي عندها باش يرضع منها. قضيه ديال الاكل ديال الارانب، قداش ما عودتوهم على شي اكل راه هذاك هو الاكل اللي غادي يبقاو ياكلوه. انايا عندي الارانب كانوا مرضوا لي واحد النهار، علاش؟ لان بدلت لهم النظام ديال الاكل منين يلاه تولدوا، بدلت لهم النظام ديال الاكل ديالهم، يعني مشيت عطيتهم فصه خضراء وماشي اليابسه، يعني الحوايج الخضراء، ومرضوا لي الحمد لله، تجاوزت ديك المرحله مرضوا لي بالاسهال. اما لا يعني على حسب التجربه ديالي، قداش ما عودتي الارنب على شي حاجه ياكلها من الصغر ديالو، ما كتبقاش تضرو في حياته كامله. يعني عودوهم مثلا ما تعطيهمش الحوايج الخضراء من صغرهم، اعطيهم ولكن بواحد النسبه، يعني غير باش يعرفها، يعرف كيفاش المعده ديالو يعني تعرف عليها وتعود عليها. اما داكشي اللي عندكم في الدار، يعني من ماكله يابسه، يعني خبز دقوا لهم اعطيهم شويه يابس، سوري شويه فرتت، الفصه كذلك حتى هي التفرتيت ديالها، يعني ما تعطيهمش الاغصان الكبيره، حتى هي كياكلوها بحال النخاله، حتى هي يقدروا ياكلوها، يعني غير باش كيتعودوا على اي حاجه في الكبر ديالهم. يعني مشيت تعطيتهم شي حاجه، ماشي تجيهم ديك الصدمه ديال بلي راك حولتي من اكل الاكل. القضيه ديال الاكل، حاولوا ما تعطيهم اعطيهم حتى هما الماء حتى هما راه كيبغيو الماء يشربوا منه في هذه المرحله، كيكونوا كيستافدوا من الحليب، ولكن الا حطيتهم الماء راه كتلاحظوا انهم كيمشيو يشربوا منه. وبالنسبه لهاد الشرابه ديال الماء، انا مشيت درت لهم غير طاسه، حاولوا انكم ديروها عاليه عليهم باش ما يطيحوش فيها، والله يستر يوقع شي مشكل. انتم كما كتشوفوا راه كيمشي يرضع وكيخرج ويبحث الا كاين شي حاجه ديال الماكله، ها هو القطر ديال الخبز كارم، هو راه لهيه تما راه كياكل منه، يعني كيحاول، لان باقي السنينات ديالهم ماشي كبارين، هما شافوا شوف لقاو واحد شويه ديال الخبز راه تمايا، انتم حاولوا تدقوا لهم باش ما يبقاش غير لان السنينات ديالهم ما باقي ما كان ماشي لدرجه انهم غادي يحفروا على الخبز وياكلوا. انتم ديما دقوا لهم شويه ديال الخبز وخليهم ياكلوا، والبلاصه ديال الشرابه الا كتدوا لهم غير طاسه ديال الماء، حاولوا انه ديروها عاليه عليهم باش ما يوقعوش فيها، والله لا قدر الله يعني يموتوا، اما بالبرد اما يبقاو غاصين فيها. مره راقبوا، هما انا قبيله طليت عليهم راه ما كانوش كاع خارجين، وسبحان الله هما دابا منين شافوني، هما راه حيت راني معودين عليا انايا، راهم خرجوا. ها شوفوا هذا راه كيجر الخبز وكياكل، هو راه عمر جوج سيمانات تبارك الله سبحان الله. اذا الى عجبكم الفيديو، انا كنرحب بالتعاليق ديالكم، ها هو شوفوا تبارك الله راه يشرب الماء، تمام. انا كنرحب بالتعاليق ديالكم،
كنبشركم باللي الخير ديما جاي لقدام ان شاء الله. حاولوا ديروا هاد المشاريع بحال هكا، راه من هنا لقدام غادي يكون الخير ان شاء الله. حاولوا انكم تعلموا هاد الطريقه كيفاش التربيه ديال الارانب، راها مربحه ان شاء الله، وان شاء الله دخلكم واحد الدخل تساعدوا به، يعني غير هاد الشيء ديال اللحوم، الاثمنه ديال اللحوم اللي طلعت، راه كل شيء راه طالع في الثمن. حاولوا انكم ديروا هذه المشاريع، حتى الا ما بعتوش منهم انكم غير تستافدوا من اللحوم ديالهم. خليوا النتوات ما تذبحوهمش، الذكوره خليو غير شي واحد وشي الاخر ذبحوا وكلوا بالصحه والراحه. اذا الى عجبكم الفيديو تكي على زر جيم وساندونا، اللي باقي ما شاركش معنا يشارك معنا، وتكيو على زر جيم وعلى الجرس كي يصلكم الجديد دائما ان شاء الله، والخير جاي قدام ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.